على الرغم من إعادة فتح مضيق كيرتش من قبل السلطات الروسية بعد احتجاز البحرية الروسية سفنا حربية أوكرانية، لم يتم إطلاق سراح السفن المحتجزة حتى الآن. وقبل موافقة مجلس النواب الأوكراني على إعلان الأحكام العرفية الذي تقدم به الرئيس بيترو بوروشينكو لمدة 30 يوما، أكد بوروشينكو وجود تهديد بري ضد بلاده. لدينا حقيقة محددة بوضوح عن عدوان الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا في بحر أزوف. في الأثناء يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه إزاء إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا، وطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي بإقناع كييف بعدم القيام بأي عمل متهور وفق بيان للكرملين. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوت بغالبية الأصوات ضد النظر في قضية التوتر بين روسيا وأوكرانيا بسبب عنوان الجلسة الذي طرحته موسكو، وهو انتهاك الحدود الروسية، ولم يمنع ذلك إدانة واشنطن لاستخدام القوة تجاه السفن الأوكرانية. إن انتهاك الأحد الفاضح للأراضي الأوكرانية ذات السيادة هو جزء من نمط السلوك الروسي الذي يتضمن ضما مزعوما لشبه جزيرة القرم. وبالمثل أعربت بريطانيا وفرنسا عن دعمهما لأوكرانيا. أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقد كان له رواية أخرى. ما قامت به كييف بالتنسيق مع الولايات المتحدة وآخرين للترويج لخط صراع ضد روسيا محفوف بعواقب خطيرة للغاية. سنقوم بالحد من أي انتهاك لسيادة روسيا وسلامة أراضيها، نأمل أن يكون ذلك واضحا للجميع. وكانت البحرية الروسية قد اعترضت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية كانت في البحر الأسود باتجاه مضيق كيرتش، واحتجزتها باستخدام القوة، ما دفع إلى توتر قد يصل للمواجهة بين البلدين.